بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. ما زلنا مع منتخب مصر رحلته في بطولة أفريقيا والدفاع عن لقبه اللي حصل عليه في 2022 عشان يحقق لقبه التاسع كمنتخب كرة اليد، لقبه التاسع أفريقيا والثالث على التوالي. إحنا أبطال 2020 و 2022 إن شاء الله بإذنك يا رب أبطال 2024 ليكون العام أو البطولة الثالثة على التوالي واللقب التاسع. ولو حضراتكم خدتوا بالكم من تيشيرت منتخب مصر هتلاقي فيه 8 نجوم ب8 ألقاب. إن شاء الله السنة الجاية أو البطولة الجاية نلعب ومعانا 3 أو 9 نجوم يبقى فيه نجمة زيادة. منتخبنا النهاردة بيلعب ثالث لقاءاته في المجموعة، فبعد أن ضمن منتخب مصر الصعود للمرحلة الثانية بعد فوزه في المباراة الماضية، النهاردة عنده آخر مباراة مع الكاميرون. يمكن تحصيل حاصل، أنت تأهلت خلاص، ولكن منتخب مصر لا يبحث فقط عن التأهل لدور الثمانية ولكن يبحث عن العلامة الكاملة، يبحث عن تطوير مستواه بشكل كبير. كنا في الاستوديو اللي فات اتكلمنا عن تطور مستوى الفريق في بعض النقاط الفنيه، وده ان شاء الله اللي هنعمله مع ضيوفنا ان شاء الله النهارده. المباراه ستقام في تمام الساعه 6، احنا معاكم حتى ميعاد اللقاء. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر لكره اليد ان شاء الله، ويكون الفوز الثالث على التوالي عشان ننتظر بعد بكره دور الثمانيه باذن الله، واللي غالبا هيكون مع منتخب انجولا تاني المجموعه، منتخب انجولا او تونس على حسب المباراه ما تنتهي، ولكن بنسبه كبيره هيبقى منتخب انجولا. في البدايه برحب بضيوف اللي يعني النهارده ان شاء الله هنتكلم معاهم على كل النقاط الفنيه واداء المنتخب خلال مباريتين. برحب في البدايه بكابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ابراهيم سيد. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، واهلا بحضرتك والساده الجماهير، وربنا ان شاء الله يقدرنا ان نقدر نطلع مباراه كويسه ان شاء الله، ويحقق منتخب مصر النتيجه والعلامه الكامله زي ما انت قلت. ان شاء الله منور الدنيا يا كابتن. الله يبارك. برحب بنجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن محمد عبد الله. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا كابتن هيثم، وان شاء الله موفقين، ونسعد الجماهير ان شاء الله بالتحليل بتاعنا، ويفرحهم ان شاء الله منتخب مصر باذن الله في مباراه النهارده ان شاء الله. تمام. طب احنا جالنا دلوقتي حالا غينيا هي اللي حجزت بطاقه التاهل الثانيه مع منتخب مصر. غينيا في 25-22 ضد الكونغو برازافيل، اذا غينيا هي صاحبه المركز الثاني في مجموعتنا، وان شاء الله هتكون المتاهله لدور الثمانيه. كابتن ابراهيم، يعني شايف النهارده مباراه الكاميرون، اكيد كل فرقه بتخش بمباراه بيبقى ليه اهداف، طبعا هدفك تفوز دي حاجه مهمه جدا، ولكن اكيد عندك اهداف ثانيه من المباراه هي تحصيل حاصل، تفتكر ايه الاهداف الثانيه؟ الهدف الثاني ان انا بجهز لعيبتي للماتش المهم، سواء في المراكز الخط الخلفي او الخط الامامي او حراس المرمى بتوعي، بحيث ان انا بجهزهم بدنيا ونفسيا ومهاريا للماتش الاهم اللي هو ان شاء الله اللي هيبقى السيمي فاينل ان شاء الله. إن شاء اللي هو الله. هيبقى يعني متوقع تونس برضه. تونس يعني لو قابلنا تونس في الثمانيه هتبقى الانجولا ممكن تبقى في الدور يعني على حسب نتيجتهم مع بعض. ايوه تمام. وخلينا نذكر للساده المشاهدين ان اول خمس فرق من هذه البطوله ستتاهل لبطوله العالم، والبطل فقط هو اللي هيتاهل لاولمبياد باريس 2024، والثاني والثالث هيخشوا ملحق على المشاركه في الاولمبياد. اذا نتمنى كل التوفيق، اللي بياخد هذه البطوله هيبقى ليه مكاسب كبيره جدا من التاهل للاولمبياد، من احسن 12 فريق على مستوى العالم، وهيكون خرج بقى من قصه الجوله الثانيه اللي بتبقى صعبه، لان انت بتروح تنافس او يعني تحاول تخش من خلال بوابه اوروبا، ودي بتكون صعبه جدا. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. كابتن محمد، شايف مباراه النهارده قويه ازاي؟ شايف اهميتها؟ شايف ما يبحث عنه الجهاز الفني من مباراه اليوم؟ احنا خلينا متفقين يا كابتن هيثم ان احنا ان شاء الله دي المباراه الثالثه طبعا على التوالي لمنتخب مصر. الملاحظ والمفروض اللي احنا عارفينه ان المباريات التمهيديه اللي هي في المجموعه بتاعت مصر طبعا في فارق في المستوى بين منتخب مصر والفرق اللي بتلعب معاها في المجموعه، فطبعا نجح مستر باستور ان هو يحاول ان هم بقدر الامكان ان يدخل اكبر مجموعه من اللاعبين في فورمه المباريات، فعشان كده كان بيعمل روتيشن في المباراتين اللي قبل كده، واعتقد ان هو هيعمل برضه نفس النظام في مباراه النهارده، بحيث ان هو يدي اكبر فتره لكل لعيب ان هو يبقى جاهز في فورمه المباريات للادوار اللي جايه بعد كده. حتى لو الروتيشن برضه استمر ليه تاثير مباشر على فرق السكور، يعني النهارده احنا بنشوف الفرقه الثانيه بتكسب فرق 40 وفرق 30،
فالنهارده مستر يعني خوان كارلوس باستير المدير الفني هو مش شايف ده، هيفضل نفس السيناريو ونفس الفكر انه يعمل روتيشن ويبقى ليه تاثير على النتيجه، ولا انت شايف ازاي؟ انا كمدير فني المفروض اصلا ما مش باصص على فرق السكور بالنسبه للمجموعه بتاعتي، لان انا اللي يهمني الثلاث النقطتين اللي انا بتوع المكسب اللي انا بتاهل بيهم للدور الثاني. نعم. فاي مدير فني بيحاول ان هو بقدر الامكان ان هو يعمل روتيشن علشان يقف على جاهزيه كل اللاعبين اللي معاه، لا قدر الله حصل اصابه، حصل اي نوع من انواع ان انا ممكن افقد لاعب لا قدر الله، ان يلاقي البديل جاهز ويلاقي في المباراه اللي جايه. اشكرك يا كابتن، برضو وجهه نظر حضرتك ايه في الروتيشن؟ هل ان انا النهارده بقى محتاج اثبت شويه تشكيل؟ عشان حضرتك بتقول ان انا رايح على مباراه، حضرتك تفضلت وقلت كده ان احنا رايحين على مباراه مهمه في دور الثمانيه وبعدها قبل النهائي. شايف النهارده الفكر للمدرسه الاسبانيه، النهارده احنا عندنا مديرين فنيين اسبان كتير في كذا لعبه. تمام. هل شايف انه هيروح يثبت تشكيل ولا هيستمر على الروتيشن عشان يحافظ على لعبته؟ هو اعتقد انه هيستمر في الروتيشن ده لمحافظه على بعض اللاعبين، يعني في الماتش الثاني المباراة الثانية ما لعبش يحيى خالد ويحيى الدرع. نعم. الماتش ده بيلعبهم، فمش هيلعب كمان الماتش ده علي زين ومهاب طلعهم بره، مهاب سعيد. نعم. رغم ان مهاب سعيد واخد احسن لاعب في الماتش اللي فات. فهو اكيد بيجهز كل واحد في كل مركز، بيجهز اكتر من واحد بحيث يبقى عنده البديل الجاهز اللي يقدر يستحمل، خاصة مباراة النهارده هتعتبر مباراة قوية جدا. أجسام بدء قوة، لأن الكاميرون جود بيلت أقوية جدا، فأكيد هو عامل حساباتها إن ما تحصلش أي إصابات أو أي حاجة تأثر على الفريق، وفي نفس الوقت حافظ مركزيني مريح مركزين اللي هو مهاب سعيد وعلي زين في الباك ده والباك ده، وعندي يحيى خالد والناحية الثانية فيصل او حسن قداح هيلعب النهارده بعد لما سمعنا ان هو اكتمل الشفاء بتاعه وهيجربه في اوقات المباراه عشان يكتسب حساسيه المباريات ويخش في جو المباريات، وده طبعا قوه جامده جدا وربنا يوفقه ان شاء الله. المدرب بيعمل انه بيحاول يعمل فريق والاحتياطي بتاعه. نعم. فبيجهز الـ 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 الاساسي والبديل بتاعه اللي هم زي بعض، ما يفرقوش كتير. نعم. مفيش فرق تقريبا يعني. نعم. اشكرك يا كابتن، يعني حضرتك تكلمت وبالدليل ان هو النهارده استبعد بعض اللاعبين المؤثرين ودفع بعناصر اخرى ما شاركتش المباراه. اذا هو واضح من البدايه كده انه استمر الروتيشن، ودي اجابه بالدليل. وخلينا اوضح للساده المشاهدين كما تفضل ضيوفي يعني كابتن ابراهيم وكابتن محمد عن فكر اللعيبه. خليني اقول لكم التشكيل، تشكيل النهارده مين تم استبعاده من الاربع لاعبين اللي بيتم استبعادهم كل مباراه، ومين اللي هيشارك سريعا. يمكن اللي تم استبعاده مازن رضا الجناح الايسر، وكمان مهاب سعيد الظهير الايمن، وعلي زين الظهير ايسر، وحارس المرمى الثالث مازال يستبعد، دي ثالث مباراه يستبعد فيها محمد عصام الطيار. هستعرض لحضراتكم اسماء قائمه منتخب مصر. هنبتدي بيحيى خالد رقم 5 ظهير ايمن، عبد الرحمن فيصل رقم 10 ظهير ايسر، احمد خيري رقم 17 صانع العاب، خالد وليد رقم 18 لاعب دايره، ابراهيم المصري رقم 24 لاعب الدايره، يحيى الدرع رقم 39 صانع العاب، حسن وليد قداح رقم 42 ظهير ايسر، عندنا سيف الدرع 45 صانع العاب، اكرم يسري رقم 53 جناح ايمن، محسن رمضان 55 ظهير ايمن، احمد هشام سيسا اللي احنا اطمنا عليه المباراه اللي فاتت والحمد لله جات بسيطه، رقم 79 جناح ايسر، احمد عادل لاعبنا لاعب النادي الاهلي رقم 80 لاعب الدايره، كريم هنداوي رقم 88 حارس مرمى، محمد ممدوح هاشم رقم 89 لاعب دايره، محمد سند رقم 91 جناح ايمن، محمد علي رقم 92 حارس مرمى. ده كان تشكيلنا النهارده. وتاني تم استبعاد اربع لاعبين، مازن رضا ومحمد عصام الطيار في حراسه المرمى، ومهاب سعيد وعلي زين من الخط الخلفي تم استبعادهم عشان يدفع بيحيى خالد النهارده بعد غياب المباراه اللي فاتت، وايضا يحيى الدرع، بحيث ان يكون عندنا روتيشن زي ما تفضل ضيوفي وقالوا. طيب خلينا نروح لمنتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون يمكن ما نعرفش فيه اسامي كثيره، ولكن هنقول اللي نعرفهم فيهم او المشاركين، وما نعرفش كمان مستوياتهم هيكون شكلها ايه، ولكن زي ما تفضل ضيوفي واقروا ان المباراه تكون بدنيا قويه وفيها التحامات شديده. رقم 4 كيفن فوكو ده لاعب منتخب الكاميرون، رومي ايه رقم 3،
وفرانك ميزيميس رقم 4، ورقم 5 هوبرت ماندو، ورقم 6 ساليفو موبيما، ورقم 7 حمزة جيوماشي، ورقم 8 هيثيمو فريدريك، ورقم 9 جوا كاستو، ورقم 10 وبيلا فونكوا، ورقم 14 ورقم 11 أديجينج تيزستان، ورقم 14 نيفليس موفونج، ورقم 16 بوبكاري، ورقم 17 نوكولو بول، ورقم 18 سجوبا اندلييس، ورقم 82 تسيشا تيام. ده تشكيل منتخب الكاميرون. اكيد ما عندناش معلومات فنيه كثيره عنهم، يمكن المباراه اللي فاتت ايضا مش هتكون مقياس، لان اكيد دفاعاتهم مش زي لما لعبوا قدام كونغو برازافيل او لعبوا قدام غينيا، اكيد هذه الدفاعات مش زي دفاعات منتخب مصر. النهارده كابتن محمد برضو نرجع ونقول ان حراسه المرمى شهدت غياب محمد عصام الطيار لليوم او للمباراه الثالثه. هل كده نفهم ان محمد عصام الطيار خارج حسابات مستر خوان كارلوس باستير، ولا قد يدفع به في دور الثمانيه؟ واسباب حضرتك ايه، او من وجهه نظرك اسبابك ايه؟ لا، هو وارد طبعا ان استبعاد محمد عصام الطيار مش ما يقفش على اساس ان يبقى مستبعد من البطوله، يعني هو ممكن هيحتاجه في الادوار الثانيه، وبرده هيتوقف على الحاله العامه بتاعه كريم هنداوي ومحمد علي. كريم هنداوي طبعا لاعب كبير، ومحمد علي الفترة الأخيرة وخلال الفترة اللي هو كان بيلعب فيها في أوروبا برضو عامل ماتشات كويسة. طبعا عن قرب المفروض الكلام دوت راجع لمدرب حراس المرمى، هو اللي يقدر يقيم الحراس، وهو اللي يقدر يحدد إذا كان محمد عصام في الحسبان أو خارج التوقعات. لكن اللي أنا شايفه أن مفيش لاعب خارج التوقعات. الدور الثاني انت متاح ليك ان انت تغير اثنين لعيبه ممكن بدل اثنين لعيبه من الادوار الاولى. نعم. فوارد ان هو يحصل تغيير في دور الثمانيه، ان يحتاج محمد عصام الطيار، او ممكن يحتاج لعيب حتى على حساب القائمه اللي موجوده من الادوار التمهيديه. نعم. كابتن ابراهيم تتفق مع كابتن محمد في هذا الوضع؟ النهارده حراسه المرمى ثالث مباراه يتم استبعاد محمد عصام الطيار. هل ده كده معناه انه في الثلاث مباريات اللي جايه دور الثمانيه ودور الاربعه وفاينل هو خارج حسابات، ولا ممكن في اي لحظه يشارك بيه؟ هو لو حضرتك لاحظت في المباراه الاولى لعب كريم هنداوي الماتش كله، وفي المباراه الثانيه لعب محمد علي الماتش كله، الماتش المباراه الثالثه دي كان يعني كنا متوقعين ان يخش عصام الطيار. كانت مفاجاه لينا النهارده، ولكن ان هو لما استبعده مش استبعاد لانه عدم الجاهزيه الفنيه، لا ممكن يكون استبعده يعني لان شاف ان الاثنين دول في الماتشين اللي فاتوا كل واحد فيهم تالق في مبارياته، فقال لا انا يعني ممكن الحراس تقول لك انا كنت كويس انت ليه بتبعدني. نعم. يعني تبقى في حاجات كده. فعصام الطيار بس هنا في مبرر يا كابتن، عصام الطيار ممكن يكون بيعمل روتيشن. الروتيشن هنا لو اتغير عصام الطيار، عصام الطيار لسه ما اتغيرش، لسه ما نزلش او ما اتحطش في التشكيل، بس عصام الطيار انا في رايي ان هو حطه مفاجاه. وارد جدا. انا عايز اضيف حاجه بس يا كابتن هيثم. اتفضل يا كابتن. بالنسبه للروتيشن بتاع الحراس ما بيبقاش زي اللاعبين. بمعنى ان كريم هنداوي يمكن وقف المباراه الاولى كلها، ومحمد علي وقف المباراه الثانيه كلها. نعم. علشان يقدر مدرب الحراس يقيم اللاعبين في سواء في التصويب الخارجي او التحركات بتاعه الحارس، يقدر تصدي قد ايه، ده كل دوت بالنسب المفروض اللي بتحدث في خلال المباراه واقدر اقف عليها بعد المباراه. نعم. لكن حته ان انا اغير حارس المرمى زي اللاعبين، يمكن بس مستر باستر مفروض بس كان اللعيب يعني برضو يا كابتن حضرتك كنت لاعب وعارف بفقد سنس الملعب. النهارده لما انا بقى ثلاث مباريات بره مهما كنت برضو احساس الملعب واقفه في الجول واحساسك بتحركات الدفاع بتغيب شويه طبعا. انا المفروض ان انا مقيد بعدد لاعبين في خلال البطوله. فانا في الادوار الاولى عندي 16 لعيب، ممكن اشيل منهم اثنين لاعبين، وممكن احط بدلهم اثنين لاعبين في الادوار الثانيه. لكن الحارس ما ينفعش اغيره في الادوار التمهيديه. هيبقى صعب. ان انا لاعب حارس وبعد كده اريحه يبقى هو كده بره البطوله خالص. طب بعد المباراه ريحت ثلاث مباريات، ريحت ثلاث مباريات
انا عندي حساسيه المباريات برضو. يعني شايف انها ما تفرقش يا كابتن؟ لا ما تفرقش، ما تفرقش بالنسبه للحراس بتوعنا. الحراس بتوعنا، الحراس بتوعنا الثلاثه على مستوى عالي، والثلاثه يقدروا يشيلوا المنتخب. انا شايف كابتن ابراهيم عايز يقول حاجه. طب اتفضل. اتوقع ان هو هيتعمل معامله مفاجاه، يعني بحيث انه ما يتعملش سكاوتنج عليه، بحيث اللي عمل سكاوتنج على كريم اتعمل سكاوتنج على محمد علي، هو ما اتعملش عليه حاجه بالظبط. وخاصه في الماتش اللي هيبقى الهام جدا مع تونس، مع تونس ده هيبقى مفاجاه لفرقه تونس. يعني يعني اعتقد ان محمد عصام الطيار لا يقل كفاءه طبعاً عن كريم او عن محمد علي، ان كان فارق الخبره بس هو اللي بيفرق عنهم في بالنسبه للاثنين. محمد عصام الطيار مواليد 96، يعني لسه صغير. محمد كريم هنداوي مواليد 88، محمد علي مواليد 92، يعني ده اقلهم سنا ولكن كفاءة فنية ومهارية عالية، بس خبرة كريم ومحمد علي أكثر شوية. طيب. أعتقد برضو يا كابتن هيثم يعني الأدوار الأولى ديت المستوى بتاع المباريات مش قوي، ما تحددش، ما تفرقش كتير بالنسبة للحراس. طيب خلينا أستعرض مع حضراتكم أسماء الجهاز الفني لمنتخب مصر. قيادة هذا الجهاز لمستر خوان كارلوس باستور المدير الفني الأسباني الذي جاء خلفا لمواطنه باروندو، ودي اول اختبارات رسميه او في بطوله رسميه لمستر خوان كارلوس باستور. كل التوفيق اكيد للمدير الفني. ياتي معاه هاني الفخراني المدرب العام، نور ابو زيد مدير الفريق، سيرا مدرب حراس المرمى، دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب، محمد امام المحلل الفني، مانويل اورتيجا المعد البدني، محمود سعيد اداري الفريق. إذن الجهاز الفني جاء كاملا من الخارج ما عدا طبعا كابتن هاني الفخراني المدرب العام ومدير الفريق، انما مدرب حراس المرمى والمعد البدني والمدير الفني ثلاثي الفريق. وده الحقيقه دايما بيبقى في الاجهزه الفنيه الكبار او الكبيره بتبقى هذا الموضوع، ان المدير الفني بيجي بمساعدينه المهمين اللي هم بيبقى عليهم ماسكين ملفات كبيره زي حراس المرمى او الاعداد البدني. وبنشوف الكلام ده حتى في كره القدم، ودي حاجه سباق بيها او دايما في كره اليد هم سباقين الحقيقه بالموضوع ده. دايما بنقول ان كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه بامتياز. النهارده خليني برضه اقول لحضراتكم واقول لضيوفي الاعزاء ان احنا عندنا النهارده مجموعتين تم حسم ترتيب الفرق. تم حسم ترتيب الفرق والمتاهلين. يمكن المجموعه الرابعه اللي احنا رايحين عليها اللي فيها تونس وانجولا، النهارده تونس وانجولا بيلعبوا، يعني لسه ما نعرفش مين اللي هيكون اول وثاني المجموعه. ولكن في مجموعتين، في مجموعات، المجموعات هقول لكم اللي جاهز عندي وهعرف كمان اللي انتهى بعد ما استعرض بحضراتكم اللي جاهز معايا. المجموعه الاولى هنتكلم عنها اللي بتضم الجزائر والراس الاخضر والجابون وليبيا. الترتيب جاء كالاتي: الجزائر في المركز الاول باربع نقاط، ليها 2 فوز، مفيش تعادل، مفيش خساره. الراس الاخضر ده حتى الان، احنا النهارده بنتكلم بعد مرور مباريتين بس، بنسبه كبيره هتكون دي النتائج النهائيه، يعني لان هيبقى الفروق كبيره. الراس الاخضر لعب مباراتين، فاز في 2، ما خسرش في حاجه، 4 نقاط. يبقى اذا اول وثاني هيبقى الجزائر والراس الاخضر، غالبا هتروح لمصلحه الجزائر ان لم يكن الراس الاخضر يكون ليها كلمه، والراس الاخضر الحقيقه ماشيه بشكل كويس جدا جدا. المركز الثالث الجابون، المركز الرابع دوله ليبيا الشقيقه. هنروح للمجموعه الثانيه اللي خلاص بنسبه كبيره حسمت ترتيبا ونتائج. مصر في المركز الاول، غينيا في المركز الثاني، الكاميرون في المركز الثالث، الكونغو برازافيل في المركز الرابع. مفيش تغيير هيحصل بشكل كبير. هل في مجموعات جهزت يا جماعه؟ النتائج جهزت؟ طيب لو حاجه جهزت في المجموعات الثانيه يا ريت برضو تعرفوني. طيب هنروح للمجموعه الثالثه، جهزت معانا وهنقول برضو ترتيبها حتى اللحظه. في المركز الاول الجزائر، المغرب، دي مكرره. طيب بعد الجوله الثانيه، طيب الجزائر كسبت الجابون تمام، يبقى عندنا الجزائر في الاول في المركز الاول، الجزائر والمغرب زي ما هم مش كده. طيب هي الراس الاخضر في انهي مجموعه بس عشان ابقى عارف؟ المجموعه بتاعه تونس، المجموعه الاولى الراس الاخضر كده. يبقى خلاص، يبقى احنا الراس الاخضر في المجموعه الاولى تمام. خلاص يبقى نشيل نتائج الراس الاخضر كده. يبقى خلاص هجيب لحضراتكم الترتيب النهائي: الجزائر، المغرب، الجابون، ليبيا. الجزائر، المغرب، الجابون، ليبيا. ليبيا، الجابون. طيب نعكس ليبيا، ليبيا كسبت الجابون، يبقى كده بس ترتيب في التالت والرابع مش هتفرق حاجه في المتاهلين.
طب هنروح على المجموعه الرابعه، تونس، انجولا، نيجيريا، كينيا، ده الترتيب في المجموعه الرابعه. والماتش تونس وانجولا النهارده ممكن يختلف الترتيب، ممكن يختلف الترتيب، ولكن حتى الان تونس اول وانجولا ثاني. نتمنى كل التوفيق اكيد لمنتخب تونس الشقيق، لانه طبعا يهمنا ياخد اول عشان ناجل المقابله او ناجل الجيم الصعب بيننا وبينهم ليه قبل النهائي ان شاء الله. دي كانت النتائج وابرزها وتشكيل اللاعبين. كابتن محمد اجل حضرتك قراءه سريعه كده للبطوله، شايف المتاهلين بعد احنا ما قلنا غينيا من مجموعتنا ومصر، ناحيه ثانيه تونس انجولا، الجزائر، يعني المغرب، خلاص الثمان فرق اللي طالعين بشكل كبير تم الاعلان عنهم بفرق النظر، يعني ايه مين اول ومين ثاني. شايف هو دي النتائج العادله للمجموعات ولا اعتقد ان هي دي التوقعات المبدئيه كانت قبل المباريات او قبل ما يحصل مقابلات للمجموعات؟ كان طبعا التوقعات بتقول ان الجزائر ممكن يتصدر المجموعه بتاعته، المغرب ماشي بخطه ثابته برضو مع كابتن محمد عبد السلام مدرب مصري على قدر المسؤوليه وطبعا وخبره، فكان المفروض منتخب ليبيا يمكن كان المفروض يقدر ان هو يعدي للراس الاخضر، بس اللي انا شايفه ان الراس الاخضر عاملين طفره كويسه في كل الرياضه، في الرياضه عامه يعني كرة القدم، وفي كره القدم ماشيين بخطه ثابته يعني عاملين اول مجموعتنا جيم كويس يعني في المجموعه بتاعت مصر يعني. نعم كابتن، يعني سريعا يا كابتن ابراهيم احنا محتاجين نسمع تعليق حضرتك، خاصه ان احنا في البدايه توقعنا كده، يعني في اول استوديو كنا مع بعض توقعت حضرتك الثمان فرق دي، شايف دي نتائج عادله؟ هي نتائج عادله 100%، لان يعني لو بصينا للمستويات بالنسبه نتكلم في المجموعه بتاعتنا مصر وغينيا، غينيا رغم الفارق السكور الكبير اللي احنا عملناه معاها والنتيجه الكبيره اللي حققناها معاها، الا ان مستواها اعلى من الكونغو والكاميرون. نعم الكاميرون حققت اول ماتش ليها كسبت الكونغو، وكانت متوقعه انها تكسب غينيا، لكن غينيا اكتسحتها ونفس الشيء اكتسحت الكونغو. نعم. فبقت غينيا لانها برضو السنه اللي فاتت اخر بطوله غينيا عملت نتائج كويسه في البطوله اللي فاتت. نعم اشكرك يا كابتن، ويمكن خلاص لحظات زي ما حضراتكم شايفين وتنطلق المباراه، خلينا نطير لصاله واحد باستاد القاهره لنقل احداث الشوط الاول من مصر والكاميرون في ثالث لقاءاتنا في المجموعه الثانيه. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن عصام منيسي، فالى هناك.